يعد التسميد أحد أهم العمليات الزراعية التي تؤثر بشكل مباشر على محصول القمح. حيث يؤدي نقص معدلات التسميد أو الزيادة على الجرعات المعمول بها وفق المسار التقني الذي يحدده الخبراء إلى تراجع حجم المردود بالحقول. كما أن إضافة السماد في مواعيد غير مناسبة عملية غير مجدية ولا تؤثر بالإيجاب على المحصول. لي زونغي عندك دوك قبل كانت اعوام كانت يمدوك نوعيه واحده من لي زونغي، دوك عندك الاختيار. وحتى لي زونغي تتبع الانتاج، تطلع في الانتاج كيفاه، كل منطقه وعندها لي زونغي اللي يصلحوا لها. ما يخص الاسمده، الاسمده نديروها في المومون تاع كي نشوفوها بدات الطلاج. الاسمده لازم ما نديروش ديريكت كونتيتي كومبلي، نديروها 50 قنطه 50 كيلو ولا قنطه نديروها ديريكت. انا ماذا بيا يندير على دو رابور ولا تروا رابور. علاه نقول لك علاه، باسكو النبته غادي تاكل الاحتياجات تاعها شحال يخصها في هذيك الاخر، والباقي يتبخر يروح مع الماء. السميد الازوتي ما يليقش ديره ضربه واحده، يليق تقسمه حسب المراحل. من بعد كي نلحقوا لواحد المرحله اللي نقولها الانتفاخ ولا الكونفلومون، في هذيك لا بيريود يليق ندخلوا بالمبيد الفطري، لانه في هذيك المرحله يكون عندنا الجو يعني الرطوبه عاليه والسخانه تكون شويه، عندنا ريسك تاع امراض فطريه. دونك يليق ندخلوا بمبيد فطري. مع المبيد الفطري اذا حوسنا نبوسيوه اكثر ونبوسيو لا بلونت تاعنا اكثر، يليق ندخلوا بلازوت مع البوتاسيوم في الرش الورقي، نرشوه رش ورقي. كندير بصله 10 قطارات تاع بصله، ودروك كان عندك بعد الدوره الفلاحيه هذيك دارها قمح، دارها قمح. يعني هنايا استفاد لا دوز لونغري ما تكونش كيما اللي ما دارش فيها الفلاحه، ما كانتش فيها البصله. يعني البصله اصلا اللي كانت فيها كانت فيها لي زونغري تاعها وكل شيء. على هذا دوك لا دوز تاع طلعنا له باللي ماهوش كيما واحد عادي ما دار والو، لا دوز تاعها تنقص. ولحداك تشوف النتيجه دوك ان شاء الله دوك بعدها ان شاء الله باسبوع، بعد اسبوع نعاودوا نخرجوا هنا نشوفوا كاع الحساب ضاره ما بقاتش، عاد نعطوه شحال يدير اونغري وشحال لو الوقت اللي يدير فيه لونغري ان شاء الله. التسميد الازوتي وهي عمليه جد مهمه، واللي من خلالها رايحين ندعموا نبته القمح، وبالتالي رايحين نضمنوا انتاج ولا مردود عالي. فيما يخص عمليه التسميد الازوتي، نعرفوا باللي باش ننتجوا قنطار من القمح الصلب مثلا لازم لنا 3.5 كيلوغرام من الازوت، وعليه الفلاح اذا بغى يرفع في الانتاج تاعو لازم يجيب الجرعات ولا الكميات تاع التسميد الازوتي المناسبه، خاصه اذا كانت التربه تاعو مليحه واذا كان يتوفر على المياه. وبالتالي اذا وضع الكميه الملائمه رايح يرفع في المردود، وبالتالي الانتاج تاعو يكون عالي. يفضل بعض الفلاحين استخدام السماد العضوي الطبيعي من مخلفات الحيوانات والأسماك، وقد أعطت هذه الطريقة نتائج جيدة في الميدان. تهدف عملية التسميد الطبيعي إلى تزويد المساحات المزروعة بالعناصر الضرورية وتحسين خواص التربة وتهويتها وزيادة قدرتها على حفظ الماء، كما تسهل من امتصاص المواد الغذائية. لقينا هذا المواد العضوية الأولى تعطي مادة ليخضر النبات، كي تشوف الحقل تشوفه خضر، تلقى خالي من المواد الكيماوية، خاطر احنا كي قعدنا نكثروا المواد الكيماوية بزاف
ولا تاثر لنا الفلاحه. لجانا لهذه الطريقه التقليديه ولقينا باللي هذه المواد العضويه راها تعطي مفعول كبير وتعطي مردود كبير بالنسبه للفلاحه، وفي نفس الوقت تقللنا من المصاريف تاع الفلاح. الفلاح دائما ضعيف، ورانا نشوف الدوله زعما ما راش عندها دعم كبير زعما اللي باه دعم الفلاح الى حد ما، ولكن الانسان على الاقل يتشجع وحده ويخدم خدمه اللي تكون في المستوى. وشتنا يعني القيمه تاع سقي الفلاحه وخصوصا بالاسماك، يعني وزاره الصيد البحري مع وزاره الفلاحه داروا لنا برنامج لسقي الفلاحه مع بالاسماك بمياه الاسماك، والحمد لله كانت نتيجه كبيره وجيده. فيما يخص الأسمدة هناك زيادة في الأسمدة حاليا، أننا نسوق سنويا ما يقارب مليون ونصف مليونين قنطار في العام. هذه المليونين قنطار هي غير كافية، وحنا مدى 2024 إن شاء الله دونك حنقدر نسوق حتى 4 ملايين قنطار من الأسمدة. هذا 4 ملايين قنطار راح تزيد لنا في الإنتاج في المعدل المردود السنوي بعشر قناطر زيادة بارابور للعشرين قنطار اللي تكون دوقات، تكون 30,000 قنطار. على الفلاح الإلمام الدقيق بخصوص كل مرحلة من مراحل نمو وتطور المحصول حتى يتسنى له السقي في الوقت المناسب وبالطريقة الأنسب لضمان سلامة جودة المنتوج وفق النتائج التي يسعى إلى تحقيقها. احنا الفلاح نقولوا له اذا شفت القمح تاعك بدا يعمر يليق تجيب له الكميه تاع المياه اللي خصاته، خاصه اذا كان نقص في ولا شح في الامطار. احنا نقولوا لهم يا ودي ما عندكش كما يقولوا ولا عندك داخل في الريزو ديريغاسيون يليق الضيف من 40 حتى 60 ملم في فتره التعمير، معناتها في لافاز دو رومبليساج، باش نضمنوا الانتاج مليح وبالتالي نحافظوا على المحصول تاعنا ونرفعوا الروندمون يعني المردود وبالتالي الانتاج يكون وفير. مادام الزراعه هذه زراعه الحبوب في بلادنا تسمى مطريه تعتمد على المطر، كاين فلاحين اللي عندهم يعني مصادر مياه يقدروا يعاونوا يعني بالسقي، وانما كيعود العام ممطر راهو ديما احنا يا راهي ولايه قالما كيما العام هذا يعني عام ضعيف جابت 1,300,000، العام اللي فات جابت 1,800,000، وكون تكون الأمطار راح تعدي 2 ملايين، هي تسمى تبقى ديما زراعة مطارية. يعد السقي التكميلي عملية مهمة في استكمال الدورة الإنتاجية وتفادي ضياع المحصول، ويسعى الفاعلون في قطاع الفلاحة إلى توسيع وتعميم استعمال السقي التكميلي في أوساط منتجي الحبوب، خاصة ما تعلق بأنظمة الري الحديثة على غرار استعمال نظام التقطير ونظام الرش المحوري والسقي بالرشاشات. هنا المستثمره هنا حوالي نستغلوا حوالي 400 حتى 450 هكتار. كما تعرفوا هذه المنطقه شويه راهي جايه في الجنوب تاع الولايه وين كاين شويه شح في الامطار، يعني عندنا متوسط تاع لا بلوفيوميتري واحد 450 ممكن يوصل 500 ملم في الموسم، دونك شويه يعني مقارنه مع جهات اخرين المنتوج تاعنا المردود تاعنا منخفض. لكن رغم هذا حنا عندنا معدلات اللي توصل حتى 30 في الهكتار، وكاين درنا تجارب وين وصلنا حتى 67 في الهكتار. تحولت عملية السقي التكميلي للحبوب التي تعتمد على الأمطار إلى تقنية يلجأ إليها العديد من المزارعين خلال السنوات الأخيرة التي عرفت فيها أغلب المناطق شحاً في الأمطار وتراجع في مردود الإنتاج، حيث أجمع الفلاحون
على أن اللجوء إلى هذه التقنية لسقي حقول الحبوب الشتوية من شأنه مضاعفة الإنتاج وتحسينه من خلال استغلال مصادر المياه المتاحة بالجوار. يعني في حالة ما الأمطار تكون ناقصة السقي التكميلي هذا يلعب دور كبير، وراه مد يعني موش وجربناه وكذا ومد مردود كبير خلاص فيما يخص الحبوب. احنا يعني مستقبلا لازم في الشيء اللي راه جاي جديد لازم البرنامج هذا نتاع السقي التكميلي وين كاين يعني الماء لاش تقطر لازم نستغلوه. انا على كل حال المساحة المسقية راني كل عام نزيد بشوية نشري، كل عام نزيد نشري الماتريال ونتوسع. دروك انا كيما لحقت نسقي 150 قطار والسنة بربي ان شاء الله طامعة نزيد شريت ماتريال. الموتورات تاع الماء برك راني عندي ثمانية تاع سيوس، والتيوات راني شاري فوق 2000 تيو. السنة معول نلحق 200 قطار نسقيها بربي ان شاء الله نسقيها، وراني كيما نمدلها تمدلي. ويسعى القطاع على مستوى ولايتي تيارت وعين تيموشنت إلى رفع نسبة المساحات المسقية من خلال حفر الآبار العميقة وتدعيم إنجاز الأحواض المائية واستغلال مياه الأودية ومحطات تصفية المياه المستعملة وتزويد العديد من الفلاحين بوسائل الري الحديثة من رشاشات ومضخات لبلوغ النتائج المرجوة. وللتخفيف من حدة مشكل نقص مصادر المياه بالنسبة للمحيطات الفلاحية التي تفتقر للمياه الجوفية، تسعى مصالح الموارد المائية بالتعاون مع المصالح الفلاحية إلى تنظيم وترشيد أساليب بديلة لتسيير سقي المحاصيل من خلال استغلال مياه الوديان والحواجز المائية ومحطات تصفية المياه المستعملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. راني عندي ثمانية سيوس، والتيوات راني شاري فوق 2000 تيو، السنة معول نلحق 200 قطار نسقيها بربي إن شاء الله نسقيها، وراني كيما نمدلها تمدلي. ويسعى القطاع على مستوى ولايتي تيارت وعين تيموشنت إلى رفع نسبة المساحات المسقية من خلال حفر الآبار العميقة وتدعيم إنجاز الأحواض المائية واستغلال مياه الأودية ومحطات تصفية المياه المستعملة وتزويد العديد من الفلاحين بوسائل الري الحديثة من رشاشات ومضخات لبلوغ النتائج المرجوة. وللتخفيف من حدة مشكل نقص مصادر المياه بالنسبة للمحيطات الفلاحية التي تفتقر للمياه الجوفية، تسعى مصالح الموارد المائية بالتعاون مع المصالح الفلاحية إلى تنظيم وترشيد أساليب بديلة لتسيير سقي المحاصيل من خلال استغلال مياه الوديان والحواجز المائية ومحطات تصفية المياه المستعملة. Il nous faut des retenues collinaires, il nous faut des petits barrages. Et des 1000 retenues collinaires valent mieux que 5 barrages. Parce que 1000, je ne sais pas comment on dit les retenues collinaires, ils sont tous à la gueule de Manteca. Alors qu'un barrage, ils sont tous à la gueule de 10 ou 15 ou localement. Le problème qui est là, c'est le problème de l'eau. Le problème n'est pas à l'échelle de la ville de Trahouya. احنا المزرعات ياكل على الامطار. الحل هو لو كان نصيبوا الدوله تعاوننا باللي روتوني صغار دي بارا صغار لي روتوني كولينا يعاونونا بهم باش كيما يقول لك دير حنايا سقي تكميلي. حنايا راه الوقت اللي تزير فيه الاخر في الربيع يكون عندنا كيما كدروك راك تشوف لي بارسيل. هذه بارسيل تاع قمح صلب سيميتو جي 3 راهيك تشوف يا راهي ما شاء الله. بصح من الربيع ولا خطرات يكون تذبذب في الامطار نقدروا نعطوها امبوس تاع انيغاسيون دابوا كي 2005 اللي بالشرط باش يكون في حاجز مائي لازم يكون اون باراليل لازم يكون في انشاء تاع جمعيه السقي تاع الحاجز المائي هذاك. لماذا؟ لان باش نسمحوا باش الفلاحه ينظموا انفسهم في جمعيات وبالتالي باش يكون في استغلال عقلاني لهذا الحاجز المائي. اذا فيه يعني سند قانوني للفلاحه باش يكونوا جمعيه باش يتنظموا وكيفاش حتى يعني كيفيه السقي. احنا كمديريه رافقوا هذه الجمعيه مرافقه تقنيه. احنا في ولايه تيارت هناك 20 حاجز على مستوى الولايه خاصه مركزين في المناطق اللي عندها طابع يعني رعوي فلاحي اللي يكون فيه
زراعة الحبوب خاصة الشمال تيرت معروفة في منطقة شمش العصفة الرحوية واد الليلي، هذه مناطق معروفة بدي بوتونسياليتي تاع السيريالي كولتور. دونك حنا كمديرية الموارد المائية خصصنا وانشأنا حواجز مائية في هذه المنطقة، لأن في هذه المناطق فيه مشكل مياه جوفية، باش نغطي هذا العجز يعني انجزنا حواجز مائية في هذه المناطق حتى نسمح حتى نقرب المياه للفلاح باش يستغلها كسقي تكميلي، وهو وبالتالي يكون في انعكاس إيجابي على مردود تاع الولاية فيما يخص إنتاج الحبوب على مستوى الولاية. حد الآن فيه 20 حاجز مائي، السعة تاعهم الإجمالية تفوق 12 مليون متر مكعب، إذا تقدر تسمح باش الفلاحة خاصة في يعني الفترات اللي ما يكونش فيه تساقط الأمطار، هذه هي اللي تخلي الفلاح بيستغل هذا الحواجز المائية. 13 حاجز حقيقة غير كافي لتسديد كل حاجيات، نعم لسد حاجيات الفلاحة من المياه السقي، ولهذا يعني أعدت دراسات في هذا الشأن من أجل إضافة حواجز أخرى أو توسيع أو زيادة حجم آخر تخزيني للمياه لاستعمالها في السقي، وهذا عبر التراب الولاية. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك دراسة موجودة يعني فيها سد حوالي يعني الكمية أو الكاباسيتي السعة تاع السد هذا حوالي 5 ملايين متر مكعب، تم اقتراح هذه العملية وهذا لتوسيع المساحات المسقية خاصة في السنوات الأخيرة أين تمر يعني المنطقة بفترة جفاف خلال سورتو لي 3 دنياراني هادو، وين كانت يعني معدل التساقطات ضعيف جدا مقارنة بالسنوات القديمة أو بالمعدل السنوي اللي تعرفوا الولاية. يعاني العديد من الفلاحين من مشكل نقص المياه وموارد السقي، وهو ما أدى بلجوء البعض منهم إلى الاستعانة بمياه الوديان المجاورة للحقول بعد إجراء تحاليل مخبارية للتأكد من صلاحيتها كمورد لري الحبوب. كما راكم تشوفوا عندنا مساحه راها مساحه كبيره، مع النقص تاع الامطار هذه السنه نقوموا بعمليه السقي التكميلي ولكن عندنا اشكال في من ناحيه الماء، نجيبوه من وادي سر. وادي سر اللي يجي ما عندهاش وقت كبير نظرا للجفاف، الواد راكم شفتوا الواد ماء نقي صالح للري. عندنا لوتوريزاسيون من الهيدروليك ومن مديريه المسارح الفلاحيه باش نبوزو لي موطوبون تاعنا ونسقيو. كما تشوفوا رانا عندنا 5 متر دايرينهم للعمليه السقي تاع التكميلي، ما بالرغم من عندنا نقص شويه في تاع الماتريال، ولكن رانا معها ان شاء الله باذن الله. هذا الواد ان شاء الله باذن الله بالك يقدر يسقينا حوالي 1000 حتى 1500 هكتار، 1500 هكتار تكون على مردود 40 50 قنطار في الهكتار، نجمو نضمنوا البذور تاعنا باذن الله. تهدف استراتيجية قطاع الفلاحة الى توسيع المساحات المسقية على المستوى الوطني، والتي تقدر بمليون وثلاثمائة ألف هكتار، وترمي هذه الخطة إلى تنويع المصادر لتشمل المياه المطهرة. حيث رصدت الدولة من خلال قطاع الموارد المائية أموالاً طائلة لمعالجة المياه المستعملة المؤهلة كمورد بديل، ويسعى القطاع إلى تحسيس الفلاحين باستعمال هذه المياه في السقي كونها نظيفة ومطهرة وتستجيب للمعايير الصحية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة، علاوة على ذلك فهي مجانية لصالح الفلاحين. تتوفر ولاية عين تيمشنت على عدة محطات لتصفية المياه المستعملة، من بينها محطة تصفية المياه المستعملة بعين تيمشنت
والتي تصفى ما يقارب حاليا 13000 متر مكعب يوميا لسقي محاصيل زراعية إلى حد الآن حوالي 251 هكتار، وهي قابلة للتوسع. أين المياه المستعملة؟ يعني تقدر تسقينا حتى 1000 هكتار مستقبلا، وهذا بعد توسع محطة المياه بعد رفع تجميد عن العملية الآن اللي هي مجمدة. هناك 16 رخصة أعطيت للفلاحين لسقي حوالي 251 هكتار، كما قلنا وهي قابلة للزيادة وللارتفاع ولاستغلال هذه المياه. يجب يعني التفكير في إنشاء محيط للسقي، وهذا عندما تدخل المحطة الجديدة المضافة إلى هذه الأخيرة في التوسع تاعها إلى غاية يعني 1000 هكتار مستقبلا. اقترحنا دراسة، يعني دراسة شاملة ما يخص يعني خلق بيريمات محيط للسقي الفلاحي الخاص بكل المنطقة. يعني فيما يخص السقي لازم نوضح هناك يعني قنوات للسقي، ولكن هذا بعد كما قلت سابقا بعد إنجاز ما تبقى من المحطة الذي هو يعني جزء منها مجمد حاليا، وهذا لرفع كمية الإنتاج المياه المستعملة المصفات إلى 25000 متر مكعب. وهذا اللي السوي اللي نتكلم عليهم يعني لولون تاع الواد، هذو يندارو ما يطلبوش يعني إمكانيات كثيرة، ممكن نفكروا فيهم في برنامج ما لوضع هذا اللي السوي لتسهيل مهمة الفلاحين من استغلال يعني هذه الكمية تاع المياه المصفات التي يعني ترمى يعني كمية معتبرة منها في البحر. ظاهرة الجفاف التي باتت تهدد المواسم الفلاحية بمناطق الهضاب العليا بغرب البلاد خاصة جراء شح الأمطار وانعدام تساقطها لشهور، هي الوضعية التي دفعت المختصين إلى توعية الفلاحين الناشطين في شعبة الحبوب ودعوتهم لاستعمال الري التكميلي في حالات تواصل الجفاف. لكن الحبوب شيء خاص، لأن السقي الحبوب يرتبط بكمية الأمطار اللي تتساقط. إذا كان عام خير وفيها أمطار كثيرة وجات في الوقت المناسب وفي الفضاءات المناسبة، إذا كان ما كانش أمطار هنا لازم السقي التكميلي، ولا حتمية السقي التكميلي إن لم يكن كامل، خاصة في مناطق الهضاب العليا من شرقها إلى غربها، والمناطق الغربية للبلاد، الشمالية الغربية للبلاد، وين السقي التكميلي أو السقي الكامل يجي هو عندها طابع ملزم. من البراج العثمانية نشربوا، نقدروا نشربوا حتى 150 قطار نشربوها، راه تجيب إنتاج مليح، والأرض اللي ما نشربوهاش ولاك يجي شوية ناقصة. احنا اليوم اللي حبي يخدم ويشرب ويوقف او لحقنا كما العام هذا اللي فات، لحقنا حتى اللي شربناه لحقنا حتى 70 في القطار، واللي ما شربناهاش جابت 35 40 في القطار. المساحة المسقية ان شاء الله مسقي تكميلي حوالي 60 هكتار من بين 142 هكتار. هذا من بعد ما نديروا عمليه التسميد، عمليه خدمه الارض، عمليه الاخرى، لازم سقي تكميلي باش يكون عندنا مردود كبير. بدون السقي المردود يكون 10 15 قنطار في الهكتار، بعمليه السقي نلحقوا حتى 40 قنطار في الهكتار. السقي راه حاجه ولا اجباري، ما ولاش كما نقولوا حنا كنا نسقيو له السقي التكميلي ليغاسيون دابوا. بصح في السنين الاخيره هذه يعني بنادم ما لازمش يتكل على الامطار، سورتو هاد لا ميتبليكاسيون، يعني البذور هذه راه مشكله عالميه، لازم البذور تاعنا نحافظوا عليها. باش نكثروها لازم يكون عندنا ان روندمون اكثر من 50 في الهكتار، وباش نوصلوا لهاد النتيجه يعني العوامل لازم تكون متكامله. هنا في لا ريجيون تاعنا ما نجموش نتكلموا على سقي تكميلي، نقدروا نتكلموا على سقي كامل باش نلحقوا المردود اللي رانا نحوسوا عليه، المردود اللي يعني الكبير، ما نحوسوا على 30 ولا 40 قنطار تبعوا الشتاء، بصح باش نحوس على 70 وال 80 وال 90 الى كيكون عندك السقي كامل. نحن شوف عندها 40 قطار، هذه تجيب 1000 قنطار وتجيب حتى ازيد، قادر تجيب ازيد. نحن العام هذا جفاف وما كانش مطر، وبصح نوردوا فيها لصقوا فيها جابت لنا 1000 قنطار،
الا كان عندها لبيار اخرين راح نزيدو نجيبو اكثر. ويسهر المختصون بالمعاهد وتعاونية الحبوب على مرافقة الفلاحين بالإرشاد والتوجيه في الميدان لإنجاح مسار السقي التكميلي. هاد ليريغاسيون دابوان يعني دابوان، مي احنا في المنطقة الغربية كما قلت لكم كي راهي مسنا جفاف الفلاح كي إيريغي دو موا تروا موا نقدروا نروحوا نقولوا باللي راهي تكميلي، يعني ملي تبدا لابلونت هو ايريغي حتى راكم تشوفوه حتى وصلت لو ستاد بريسك مونتيزون غونفلومون. اذا شفنا باللي التربه تاعنا فيها يعني فيها ليميديتي معناتها الرطوبه كاينه يعني فيها، خاصه اذا تحصلنا وربي اعطانا ريه تاع امطار مليحه في الفتره تاع مارس حتى الافريل، معناتها الفلاح هنا ماشي يحتاج ماشي يستحق الري التكميلي. الري التكميلي يكون مهم وضروري اذا شفنا باللي الفتره هذه معناتها بعد عمليه التزهير شفنا باللي ما كاش يعني نقص الامطار، نقصد هنا على الفلاح اذا بغى يتحصل على نتيجه مهمه، وخاصه اذا كان عنده الامكانيه باش يضيف ري تكميلي تاعو حنا ننصحوه لازم يضيفه. تعد الرشاشات المحوريه من أهم أنظمة الري الحديثة، حيث يمكن من خلالها زراعة مساحات شاسعة من الأراضي وبكميات محدودة من المياه خاصة بالأراضي الصحراوية. السقي بالبيفو هذا يتطلب الماء بزاف، احنا عندنا حاسي لهنا فيه 26 لتر في الثانية، وعندنا حوض باسان الكبير فيه 64 متر طول على 43 عرض و 8 متر غماقة، يعني هز 220 ألف متر مكعب. هذا البير هذا ما يكفيناش 40 نقطة ما يكفيهاش، الماء يخصنا بزاف لهنا. منطقة الخيثر تعتبر منطقة جافة وهي تحتاج إلى ري تكميلي على مدار السنة، وفيما يخص المستثمرين هم لحد الآن نقوم بتشجيعهم ومرافقتهم فيما يخص الري، وخاصة بما الري بالعتاد الحديثة ولا المتطورة وهي الري بالبيفو، وهي من أجل إنتاج وافر ومن أجل تكون مردودية ومن أجل أن تكون مردودية في الإنتاج. على سبيل المثال نطمح إلى الوصول إلى ما بين 50 قنطار في الهكتار إلى 60 قنطار في الهكتار. وقد أثبتت الأبحاث أن الري المحوري يوفر القدر الكافي من المياه للبذور والنباتات، كما يساعد في التحكم والدقة في تغطية المساحة المزروعة، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج. ويعمل هذا النظام على توزيع كميات مناسبة ومتجانسة من المياه بانتظام على المحاصيل والتربة بشكل موحد وفي الوقت المناسب من خلال الحركة البطيئة المستمرة. منطقة الخيثر مختصة تقريبا هي منطقة جافة وباردة في نفس الفترة، يكون الري ويكون الريغاسون تقريبا في فترات محددة خاصة في الفترات اللي ما يكونش فيها الجليد، وهذا من أجل باش النبتة ما تضيعش ومن أجل تكون مقاومة بالنسبة للنبتة وتكون النبتة تكون طرية وجيدة بالنسبة للإنبات والإزهار. لو كان عندنا الماء وعندنا الحاسيات زوج ولا ثلاثة نديروا كل حاسي نديروا له بيفو تاعو، كل حاسي نديروا له 50 قطاع تاعه، نخدموا ب 50 قطاع، قداش عندنا في البيفوات تاع 50 قطاع.
ولتسهيل توزيع مياه السقي وضمان إيصالها إلى كافة المساحات المزروعة بنظام اقتصادي، يعتمد الفلاحون على معدات ولوازم ري محترفة وحديثة. هي المساحة المسقية حاليا في الجزائر حوالي 1.4 مليون هكتار، منها 890 ألف هكتار مجهزة بعتاد مقتصد للماء سيستم ايكونوميزور دو، يعني بالتقطير وبالاسبيرسيو، والباقي مسقية تقليديا، عندك 540 ألف هكتار مسقية تقليديا. واستعملنا يعني الزاسبيرسور، وعندنا زوج انواع تاع ليزاسبيرسور، عندنا ليزاسبيرسور غالفانيزي وعندنا ليزاسبيرسور بلاستيك. بور ليزاسبيرسور غالفانيزي يعني لقينا صعوبات فيهم، يعني الثقل، العمال اللي نجيبوهم ما يقدروش يحركوهم، ما يبدلوش، ومن بعد عاود شفنا وبدلنا، جبنا الطرق هذه الجديده تاع الحر، يعني حتى في الثمن لقى هذو البلاستيك يسواو، يعني واحد غالفانيزي يعطيك اربعه ان هكتار غالفانيزي يتقابلك يعطيك ربعه تاع الخر، دونك انت عندك ربح كبير باش تشري واحد غالفانيزي تشري ربعه، دونك باش تسقي ان هكتار بالغالفانيزي راك تسقي ربعه هكتارات من البلاستيك. تعتبر الكهرباء الفلاحية الهاجس الأول أمام الفلاحين نظراً لأهمية عنصر الطاقة في تسيير أهم العمليات والمراحل التي يمر بها إنتاج القمح، حيث تعرف العديد من المناطق والمحيطات الفلاحية تأخراً في ربطها بالشبكة الكهربائية. أكثر من بئر عميق نحتاج للكهرباء اللي مادا بينا باش نمشيو لأكبر مساحة، إلا رحنا نسقيو 50 هكتار نمشيو لأكثر، نمشيو للميتين ولا 300، ولماذا؟ المياه كاينة، اليد العاملة كاينة، الإرادة راها كاينة، نحتاج دعم قليل في هذه الكهرباء إن شاء الله. أخويا نحن عندنا هنا في ولاية تبسة مشكلة الفلاح قضية تريسيتي، قضية الطريق تاعو. نحن بالنسبه لنا نحن العري عندنا واحد 40 قطار نخدموا فيها، تنتج لنا فيه واحد 1000 لحتى فايت 1000 قنطار قمح. احنا عندنا مشكل تاع كهرباء، رانا من 2013 جات الطاقه مديريه الطاقه هنايا وداروا تحقيق، هذا التحقيق رانا من 2013 وكل يوم نقولوا بلي غادي يجوا غدوه، روحنا مرارا وتكرارا عندهم، عاودنا رانا هنايا جايبين خيط حوالي كيلومتر جايبينه، وهذا راه جاي حدا الفلاج، وكاين اطفال يلعبوا الى اخره، عندنا ريسك تاع الاطفال يلعبوا حدا ربما يطيح كابلي ربما كذا وكذا، ما لقيناش حل واحد اخر، نتمنوا من السلطات المحليه والولائيه تشوفنا بعين الاعتبار. كنجي هنا كنجي للمزرعه هنا ونهز التراب تاعها ونقول لك نموت عليها، نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله، وراني عندي فراج تاع ماء وعندي كيما نقول واش هي الوسائل، شويه تنقصنا للكهرباء، ما كانش كهرباء، كهرباء شويه ناقصتنا، كل شيء كون كانت كهرباء يكون المردود احسن. خصنا الكهرباء الريفيه باش نولوا نديروا السقي، نديروا الرش المحوري لكتب ربي ان شاء الله، ونزيدوا نوسعوا ان شاء الله قد الشيء اللي نقدروا عليه.
يشتكي بعض المزارعين من تدهور حالة المسالك والممرات التي يعتمدون عليها في مرور المركبات والشاحنات لنقل منتجاتهم، وذلك بفعل الأمطار وتقاطعها مع الوديان والمجاري المائية. ويأمل الفلاحون أن تتخذ السلطات الولائية الإجراءات الضرورية لتهيئة هذه المسالك وترقيتها إلى طرق فلاحية لتسهيل وتشجيع النشاط الفلاحي بهذه المناطق. باش تاخذ فلاحة وتقري ولدك ما تقدرش، الطريق ما كانش، الطريق نتاعنا إلى صبت المطر نضرب ثلاثة أربع أيام ما نقدرش نفوت، إلى هود الحملة على الواد هذا ما عادش تفوت، إلى ما عندكش دقيق في الدار يقتلك الشر. هذه مشكلة الفلاح، علاش مش قادر الفلاح ياخذ من البر قضية التريسيتي والطريق. ويراهن القطاع للوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري من أجل تحقيق إنتاج يسير المعايير الدولية عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات لدعم الفلاح من مرافقة وتمويل من خلال اقتناء الجديد للمكننة بمنح قروض تصل إلى 40% من قيمة العتاد ودعم تجديد الآلات الحاصدة القديمة بقيمة مالية معتبرة وتسهيل اقتناء العتاد المرافق. اللي عندها 10 15 سنه كان المكننه ناقصه شوي، دونك المكننه كاينه العمل تاع الانسان دونك على المجهود اللي يبذلو، الانتاج على المجهود اللي تبذلو. هنا عندنا تسمى تضاريس تاع المناطق هادو، فيها مناطق فيها بلايص تكون شويه واعره، دونك احنا عندنا عتاد شويه من نوع خاص، لازمنا عتاد اللي الحصاد الات الحصاد يكونوا من نوع شويه خاص، لانه لو كان ما يكونش هذا النوع من العتاد هذا تسمى يكون فيه ضياع. الماكينات الحديثة التي تتميز بتقنيات وتكنولوجيا عالية سيما آلات الحصاد المتطورة والتي يمكنها العمل بالمناطق ذات التضاريس الوعرة قد تحدث الفارق بالتفوق والتميز في جني المحصول بطريقة عقلانية وتفادي ضياع الحبوب خلال عملية الحصاد. احنا ماذا بينا كيما نقولوا هكا فرض الدوله ماشي تسرح لنا برك باش حنا نقدروا نجيبوا هذا العتاد من بلدان اخرى، يعني اللي نقدروا نخدموا به لانه هو مش موجود هنا. انا لو كان ما جيتش نحب هذه المهنه هذه وهذه، احنا انا نشري في الماتريال ونشري، لو كان نصيب نشري جديد. احنا اليوم تراكتور كيما الماسي هذا على كل حال دعمتنا فيه الدوله ب 600 مليون، هو يدير مليار غيراش والله، وحنا دعمتنا الدوله معليش، بصح كيما الماشن وهذوك شريناهم بدراهمنا وبثمن غالي بزاف. انا كان ما جيتش نحب الفلاحه ما نشريش الماشينه تاع زوج ملاير، لو كان راني نطبب كيما يطبوا الناس. هذه وحده تابعه لتعاونيه الحبوب والبقول الجافه لولايه تبسه،
وجميع تعاونية الحبوب والبقول الجافة عبر تراب الوطن عندهم نيابة مديرية خاصة بالعتاد الفلاحي، يعني بالماكينات الحرث والبذر وماكينات الحصاد إلى غير ذلك. بالنسبة لولاية تبسة عندنا تمتلك 35 آلة حصاد و73 آلة الزرع اللي هما لي السموار، وعندنا كذلك آلات الحرث فيهم اللي عندنا 50 آلة الشيزل، عندنا كما يسموهم لي كوفر كروب حوالي 55. نقدموا خدمات للفلاحين، يعني اي فلاح ما يكونش عنده عتاد فلاحي نقدموا له العتاد، سواء بالنسبه لعمليه الحرث والبذر نحرثوا ونديروا له آلات الزرع نزرعوا له. وفي الصيف عندنا 35 آلة حصاد نتدخل بها عبر تراب الولاية في كل بلديات، نبدا بالمنطقة الجنوبية لأنها هي اللي طيب يعني يوجد القمح تاعها أولا، من المنطقة الجنوبية ندخلوا لبير العاتر إلى حتى نوصلوا للمنطقة الشمالية. يكون عندنا تدعيم كبر في من ناحية السقي، خاصة عندنا المساحة راها كبيرة، نقدروا نسقيو حوالي 50 60 هكتار، ماذا بينا يكون عندنا ماتريال أكثر نسقيو أكثر إن شاء الله. كاين البرنامج الأول اللي فيه الدعم، يعني الفلاح يساهم بالنصيب والدولة تدعمه فيما تبقى من نصيب باش يقتني هذه معدات السقي التكميلي، وكاين البرنامج الثاني اللي هو تاع الديوان التعاونية اللي هي المعدات يديها ما يساهم بوالو، شاهي حنا نقطعوا له من الغلة تاعو من الفلاحة، كي يدفع لنا رانا نحيو له على 4 سنين ولا 5 ولا 6 على حساب واش فهمنا حنا وياه. ورغم الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات الوصية لتطوير هذه الشعبة والنهوض بها، لا تزال بعض النقائص تعترض سبيل هذه الجهود، حيث يشتكي الفلاحون من نقص بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي وغلاء أسعار المواد الأساسية التي تدخل في مسار العملية الإنتاجية كالأدوية والمبيدات والأسمدة. أنا في ظني مشكل تاعنا الزريعة ماشي مشكل أولا، المشكل الثاني الأساسي هو قلة الأسمدة. هذا الفلاح يقول له الأسمدة المخيرة دير مليون قنطار، يقول لك ما نديرش، يخاف باسكو الزريعة راهي دير 600,000 قنطار، تاع لانكري يدير مليون، يزيد قنطار واحد آخر يزيد مليون، الخدمة تاع الأرض لي ديزيربون بالك حتى مليون، دونك صافي مازال ما حصدش في الهكتار، انا لاحقين 5 ملايين بالك 6 ملايين مصاريف. اليوم التقنيات تاع العمل الفلاحي ما راهيش كيما كانت بكري بالطريقه الكلاسيكيه هذيك، خاطش الفلاح هي كاينه مشكله حقيقيه مطروحه في الميدان وهي سي لا شيرتي، يعني غلاء لي زونغري اللي تخلي الفلاح دائما يخاف باش يغامر ويجيب هذه المادة الأساسية للأرض باش ينمي الإنتاج تاعها من ناحية النوعية والكمية. ناجحين في الخدمة تاعنا، واش يوهلكنا الغلاء هذا تاع الأسمدة وتاع الدواء تاع الدواء وتاع المونيترات كل شيء، راهو يسقم بزاف اليوم القنطار تاع الأسمدة بمليون وتلوح انتاج القناطر في القطار هم 2 ملايين، وتلوح زوج قناطر مونيترات هم 1.5 مليون، وتلوح الادويه القطار يسقام لك ب 400 حتى ل 500,000 في القطار. لو كو دو ريفيارا بزاف، لي زونغري راهم غاليين. الاسعار نتاع البودور نتاع الفيتو سانيتير طلعوا زادوا 30 حتى 40%. نهضر كيما نقولوا احنا راهم دارين عمل يعني قنطار حتى زوج قناطر تاع لي زونغري في الهكتار، اليوم راني نقصناه في النص، ما تقدرش القطار علاش غاليه. عليها لوبجيكتيف يعني باش تقول نوصل ل 70 و80 ما تقدرش بهذا لو بري دو روفيان تاع الهكتار.
راه غالي بزاف. هذه حوالي 4 سنين ولا 5 كانوا قالعين هذيك لي تاكس على اليوم كيرجعوهم ولات الامور صعيبه. احنا نقترحوا على الدعم تاع الاسمده والازوت، احنا يقولوا لنا عاطينك ب 20% دعم وبري ديفيرونس مازال ب 500 الف ودروك لونغري يعمل مليون. احنا ما نديوش 20% حقنا، تسمى كدير حساب تدي 10%. ماذا بينا تكون تجيئات، حنا وفرونا البذور محسنه تكون جيده. وفي التفوع في لاليكوف العام ما تكون تسهيلات، يعطونا شويه شروط شويه سهله، ما تكونش شروط تعجيزيه في التفوع. انا الى مستخ ولا قلع لي السوم تاعه ودي عليا وتخلصنا وانا جايب لدولتي انايا، وهذه هي. دونك انا كيما انايا كنت نزرع 40 هكتار عدس، دوكا راني قللت من المساحه تاعها، راني ما نفوتش 10 هكتارات، والحمص كنت ندير 50 60 ودوكا راني نقصت. كاين المصاريف، كاين الخدمة تاعها، وكاين تاني ما نكذبوش على روحنا، السومة ما ترجع لنا في المصاريف تاعنا. لي بري نو سون با ريمونيراتور. دونك لا سومونس زريعة غالية، كما نقولوا زريعة راهي تلحق مليون و500، والتعاونية تاع الحبوب تشريها لنا ب 800 ميل. لي ديزيربون خاص مهما كان العدس لازم نديروا له الاسمده، الدواء تاعها دواء غالي. نطلبوا يعني من الدوله تتوله بينا شويه، رانا مضرورين بزاف، سورتو احنا كيما حنايا الارض رانا كارينها وكارينها بثمن غالي بزاف، راهي تقريبا رانا كارينها 5 ملايين للقطار. واش تسلك الكرا ولا تسلك الازميده ولا تسلك الدواء ولا تسلك، تسمى رانا نخدمو والله قد تسماك، وكان ما تخدمش وما تخسرش فوق القانون صورتك ما ترجعش. الحمد لله يا ربي، احنا كيما العام هذا اللي فات كان ينتج مليح، كيما انا لحقت حتى ل 14 الف اللي دفعتها تاع حبوب.